لكن اليوم هيئة الغذاء أصدرت قرار بالسماح لشراء الماشية عن طريق الواتساب، وطبعا حدد أيضا الأعداد المسموح فيها في المصالح، والتي بلغ العدد 250 ذبيحة بالواتساب. تخيلي. أكيد شذي يعني شوي سهلوا على الناس اللي حابينهم يشترون ذبايحهم، لكن أيضا راح ناخذ القرارات الأساسية والتفاصيل من صاحب العلم الأكيد والقرار، وهو مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية الأستاذ عيسى الكندري. يعطيك العافية. يا هلا فيكم، الله يحفظكم يا رب. يا هلا مرحبا فيك. نبي نتكلم شوي عن هالقرار وليش اتخذته. بداية نمسي عليكم على الأخوة المشاهدين. ودي أوضح أن حدود اختصاص هيئة الغذاء يقتصر على صالة الذبح داخل المسلخ ضمن الموقع العام للمسلخ اللي فيه سوق الغنم والمحاصيل. طبعا بعد ما البلدية أصدرت قرارها بغلق أسواق الأغنام باختلاف مواقعها في المحافظات، أصبح من المؤكد انخفاض عدد المواشي التي سيتم ذبحها من قبل الأهالي. لذلك قامت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بإصدار قرار ينظم عملية ذبح المواشي في صالات الذبح بصفة مؤقتة للوضع الراهن طبعا مؤقت. وهذا الإجراء طبعا وفقا لاختصاص الهيئة وفقا لقانون إنشائها رقم 112 سنة 2013، وحرصا منا بألا يتم منع الجمهور من ذبح مواشيهم الخاصة بهم التي يجلبونها طبعا من مزارعهم ومن شاليهاتهم ومن بيوتهم. نعم. مربينا كتربية خاصة بغرض ذبحها داخل صالات الذبح في المسالخ، ولكي لا يتجهون للتعامل مع الجزارين الجائلين غير المرخصين، واللي أزلنا منهم اليوم بالتعاون مع الأخوة البلدية والداخلية وهيئة البيئة عدد تقريبا 18 موقع على طريق الوفرة. وأيضا عشان لا يعني يتم ذبحها في أماكن أيضا أخرى غير مرخصة بعيدة عن الرقابة الصحية. نعم. وبعيدة عن إشراف أنا يمكن أخوي عيسى، أنا يمكن برجع لك على السؤال هذا تقريبا تجاوبت، اللي هو طبعا سبب إزالة يعني المصلخ المؤقت الموجود على طريق الوفرة. شنو السبب الرئيسي؟ يعني هذا المصلخ ممكن يساعدكم بعملية ذبح ويسهل عليكم مثلا توزيع اللحوم بشكل أكبر وأسرع. عفوا أخوي، هذا مو مسلخ، أنا قلت لك هذه مواقع مؤقتة عندك. لا عفوا، هذه مواقع للجزارين غير مرخصين. نعم. لا يتم فحص الماشية أو الذبيحة من قبل الأطباء البيطريين عندنا، وبالتالي حرصا على صحة المواطنين والمقيمين نفسهم اللي يقومون بذبح ذبايحهم. ايه؟ إنهم ما يتعاملوا مع هؤلاء الجزارين، يعني لو بتلاحظ أنا أشوفهم الحين الجزارين غير مرخصين، يعني ما في طبيب بيطري يفحص. نعم. عرفت شلون؟ فهذا خطر عليهم اصلا يعني. يعني استاذ عيسى، لذلك حتى لو أنا عندي رعيه حلال وابي اذبح مثلا ذبيحتي ببيتي او بمزرعتي، هل ايضا ممنوع؟ طبعا اختي، يفترض ان الذبيحه يتم استقبالها في مسلخ الهيئه. نعم. عندنا اربع مسالخ. واضح. وحسب الاشتراطات، بعدين احنا حددنا الحين قللنا العدد، يعني قرار البلديه بعد منع الاسواق الماشيه، احنا ايضا بناء على هذا القرار قللنا العدد بالنسبه للجمهور، يعني لكل شخص ذبيحه واحده لحق انه يجيبها المسلخ حسب طبعا عنوانه، حسب البيانات الموضعه في بطاقته المدنيه. نعم. وباجمالي 250 ذبيحه للمسلخ ككل، يعني بالنسبه للاهالي. طبعا هذا غير الذبح للاغراض التجاريه، هذا ما تغير شيء فيه. زين، هذا الحين التقرير انا قاعد اشوفه قدامي، متى بنوا المصلخ هذا المؤقت والناس قامت تصرخ فيه؟ يعني متى يعني موجود؟ يعني هذا اخوي، شوف، هذا تم بالتعاون مع الاخوه البلديه والبيئه والداخليه، يعني هذا مو اختصاص جهه واحده، عرفت شلون؟ يعني في اختصاص عده جهات، وبالتالي تم تضافر الجهود لازالتها، يعني مو بس ترى طريق الوفرة، يعني احنا مستمرين فيها ان شاء الله بتعاون الاخوة بالبلدية والداخلية والبيئة، راح ننتقل الى مناطق اخرى، صليبية، العبدلي، باقي المناطق. نعم. وراح نضطرهم انهم يعني ان عملية الذبح تتم فقط في المسالخ المرخصة. نعم. شكرا لك اخوي عيسى، ما قصرت. شكر كبير لاخوي عيسى حسن الكندي، رئيس مجلس الادارة للتغذية، يعطيه العافية.